talk of the town. برنامج بيحكي كل شيء عن كل شيء. بعدك مغروم خضر حبيبي. أنا على طول مغروم. أنا عم بسألك عن البرلمان. إذا بتجيبوا هيفا على مجلس النواب تنحال. ما في شك، ما بس على مجلس النواب، على مجلس وزراء وعلى نيو لوك. هي بتشيل أنا بطول. إذا شفت حبيبة صديقة. مع صديق حبيبتك. صديقة حبيبة. حبيبة صديقة. أوبا منى ستايل. أقول هو. أكثرني إني استقبل تعاسة أنداني، عفوا سعادة أنداني. مش مسموع هالشيء، أنا عيب عليكم. بدنا أحلى من هيك شاب رئيس جمهورية عندنا بالبلد. رقمته بلش بالحملة. هيل هتلر بلش. هي أنت. ميشيل تيزيبو. أنا الليلة عيدي. الليلة عيدك لأنك قاعد حد كارلا. براد بيت وأنجلينا جولي بحب العالم. عن جد الليلة عيدي. هابي بيرثداي. بطلة الفيلم زينة ليال على اسمك، حبيت يكون في شيء منه بالموفي. حديث البلد مع ابو حمزه وابو سليمان بيتعزز مجد الشاشي. غاري عليه؟ انا ما بخاف. ما بتغار. انا بلا بغار. انا مش قادر اغير وضعي. على المسرح انا هبه الوحشه. صعب كثير تلاقي هيك موهبه. عندها هبات اكثر ما انه هبه. شو هيدا؟ زمان مش عاجبي؟ فالصو. بس ما بعرف انا انه جوزها حكيم لإلي. جوزها حكيم ومع جنرال. عم بيقولوا عم بتبكينا وتضحكنا بنفس الوقت. كل دقيقة واحد قاعدة بالسجن هو بصير يتمنى الموت. ليش فجأة اختفيتي؟ كنت عم بعمل كروشيك. على طول في حديث عن علاقة غرام مع أسامة الرحباني. مانا إيش عم بشعر. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être en votre compagnie. شفت على ريتا مع حدا ما عم بيقول اسمه لأنه حدا كثير مهم. كل رجال فات على البوردال ما قدر يطلع منه. شو بيعملون كومبوت؟ هو ال 50,000 دولار على شرط بتجيب لك فيهم ثلاث كادويات لمدامتك. شرط لمدامتي. صاحبتك شو بدك فيها؟ رواق. رح سمعك بيت عتيبة أو بناية شو بدك؟ طابة الأخراني. مي جنى يا مي جنى ويا مي جنى. خلينا تكون مرتاح ميشيل. هيدا خبيط. ما بتجوا إلا بالخبيط أنتو. Pretty baby with the high heels on. أنت دايما هيك بتلبس جان وشباب لك. أنا ختيار يعني. من كم سنة تعرفتي على جورج؟ من كم سنة وأنا؟ يا من شي سنتين. قديش أنتو أصدقاء؟ لايقر باسم. نزل كثير. نرفوز نكروز. أعوذ بالله، إذا زعلت تحكي كلمة فل. حديث البلد. سأكتب قصيدة لا تحاكي أحداً. أحبك يا جورج خباز وفيلم غادي فيلم أكثر من رائع. أعبطينا. ذكرى 70 للاستقلال وسط الدماء. لا شك أن إسرائيل هي قائدة هذه المسيرة. لبنان الكرامي والشعب العني. أحد عم زلمة بلبنان. يلا أكيد. هوم سويت هوب لإلك بيت ولإلي أمل بالشفاء. جايزة بيست لبنيز دي جي من قبل الإنرجي. ولا مرة قلت لك استلم جايزة بموناكو. هذا الفيلم عصفوري. بزل عزاز فازورا زي. وزيل عزاف يزوزو. كنت من فيسبوك 2010. بلجي. هلا بعدين نتعرف. كنت حالي باللاتن يمكن أكثر. اللاتن هي أحسن. هي الإطلالة معي هي دانسينج وذ ستارز. توك أوف ذا تاون. يا. أول مرة بتلتقى أنت والوالد؟ على التلفزيون أول مرة. على البراد. فوق زنار؟ لا من الرصة أبدا، تحت زنار. بس ذكرى حلوة. كم كف آكل؟ معجب المعلمة فيي فأكلت الكف. كم مرة؟ شو كم مرة؟ كم كف؟ واحد. لا لا لا. أفيك نفسي جو نسي با. عندي حمار، عم فكر أعمل له غنية. ما بقى تركبوني؟ لا. مستوانا كثير جيد وعم بشوفوا هذا الناس وعم بشوف قد الناس عم تروح تحضر. تعالج الموضوع بخفه مش بخفيه. حدا شرعي غير الشعب. اطلقناها حمله وطنيه خارج اطار اي طائفه او مذهب. الله ياخذني قبلك.
17 ضيف بحلقة واحدة. ليلة كتير سبيسيال بحديث البلد. يا عيني لقد أعدت لي زمانا جميلا. هي رينا وأنا شيباني على رأسي من فوق. Danse avec les stars. Oui, il se peut que je participe à ça. أنا مالك الراس. شو يا حلو؟ عركوش في منك عجلو؟ هاي تريد مارك صارت لألو. على هالبلاتو تحديداً تعرفتي على الفنان جورج الراسي؟ القلب دق مع الغنية. شو بدي بالليل؟ جائزة أفضل مذيعة عربية. منى أبو حمزة. يا مال الشام والله يا مال. من بعد زواجها ولأول مرة أنا اليوم جيت مخصوص كمان محاديث البلد. أهلا وسهلا فيك كارول سماحة. مدام كارول سماحة سواق. كارول كنتي طلب مقابلة مميزة وحصرية مع منى أبو حمزة. أول ما تلاقينا أنا وياك سنين أخذت القصة لحتى تجوزنا. اسمعني شو بدي حبيبي يا حبيبي كل مره خليت للناس غرفت بيتي على الواتساب. طب شغل اصلا على الواتساب لا هيدي صعبه. اخبرينا عن اول هو القبله مع زوجك بليغ ملك التبويسي يعني انا بوسه بوسه بيناتنا. حلو الغرام حلو شو اللي بخلي استعراض السيدة هالقد فريد من نوعه؟ هو استعراض بمعنى الحقيقي اللي بنشوفه ببرودواي. انت بدك تيجي ترقصي عنا شو بتحكي برجع لك؟ وانت كمان كل شيء بتحكي برجع لي. بلاير باسم. بلاير باسم صح؟ بلاير باسم. اعملي اطلع على الطاولة ارقص حافي برايفت خلي راحتك. لا اذا بتطلع انت انا بطلع. انا بطلع بس انا مستعرضة انه كيف يعني؟ أكيد. وانت احلى حاجة فيا عرفوش شو طيب thank you بلاير باسم. أني جاهزة رقصني داخلك يا حبيبي خليني أحبك يا حبيبي اسمي هيك خسي أربعة يا ما قبلك ناس حبوي أربعة ثلاثة عندها هي لا إلا عادة سيئة عندك توعدها أنك ما بقى تعملها في عندك هي عادة سيئة عندها هي هي ما عندها هي إذا كنتوا أنتم متفقين بنكون نحن مش مختلفين وإذا هن مش مختلفين معناتها نحن مش تروا شو؟ تروا تاتو تاتو مهضوم يعني مهضوم وحتى أنك تعرف شو مهضوم زبطت معك Moi je crois au Père Noël, nanana boubou. Moi je crois. ملاحظ انه البتيزي اكثر شيء عنك؟ ايه البتيزي اكثر شيء بتاثر على ال لانه انت اكثر شيء بتحكي اشياء ما بتقطع على الهواء. لانه ما بحكي بتيزي بحكي من بعتقد هاي كمان ما رح تقطع على الهواء الليلة. حبيتيها هاي؟ كثير حبيتها. ما هيك بتحس انه قادرة تمشي وقادرة توقفي وقتها بدك. شفتي كيف؟ اعملي هيك جربي بعد مرة بلكي بتطلع لها شغلانية. لا بدك تمشيها هيك. أقول هواك أقول هيك منى ستايل منيحة هيفا بال 2009 تزوجتي من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ومن فترة أعلنتوا طلاقكم وبتقولي إنه طلب منك
ترجعي له. معقول تعمليها؟ رجعي له على المرايات إذا بدك. أريال أنا شفلك، أنا شفلك يعني ورق إذا ما في سنسر على أيامك. إيه سنسر، إيه مزبوط مزبوط. بس لا أنا بسيارتي ما في. لو بده يصير كان صار، بس إنه يعني ما عنده شانس. ما بقى على بالي أحكي عن هذا الموضوع، إن تسكر تقفل انتهى. للأسف أمرار كتير بيجي على حياتنا أشخاص منفكرهم رح يعني رح يوفوا بكل الوعود عن السعادة وبيطلع مش هالشي مش مزبوط، فبيفلوا بيرجعوا من حياتنا كأنه شيئا لم يكن، كأنه هالشي ما صار. وللأسف هيدي الدنيا يعني مشاعر تخبنا. في برنس شارمو ولا ما في برنس بتجيبنا. في برنس شارمو ولا ما في برنس؟ ما بقى بدي لا برنس ولا شارمو. لانه انا حسيت بحقه طلع شارمون كبير يعني، لانه احلى واجمل خبري جاي مرق علي بحديث البلد. قال هو بعمره ما خان مغروم ودايق فيه انا بس بحديث البلد. مثل المي بالغربه بيكذب في كل الاحوال صبح وظهر وعشي. بحديث البلد انا بعرف طبع الرجال. مثل المي بالغربه بيكذب في كل الاحوال بحديث البلد صبح وظهر وعشي. احلى واجمل خبري جاي مرق علي بس بحديث البلد مغروم ودايق فيه. حلوة 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 حلوة. يمكن المبالغ كمان اللي اندفعت اليوم اللي انحكى عنها هيدي هي، لأنه بالوساطة الشيخ سعد الحريري ما حط أورو بالوساطة، هن القطرية حطوا 100,000 أورو، حطوا دولار حطوا 100,000 أورو تقريبا. يعني صار لي 5 سنين 6 مواسم عم جرب صلح فيه لهالشاب. فالج لا تعالج، فالج ما تعالج. شو قلنا؟ عم نقول حط 100,000 أورو القطرية خلص بتقدم. اليوم كان بدي أسأله سؤال طيرت لي إيه هلأ لمي وين بطريقة تروح. كنا برقصة بالبروموسيون بدنا نرقص كلنا نفس الستبس وعم بيعلمنا دارن وهيك، وأنا عتلاني هم إنه ما بدي غلبيت صار خلص الوقت ورح تروح الشمس وما لازم يعني تروح الشمس قبل ما نعمل عم نصور أوت دور. عم نصور أوت دور وأنا عم بتمرن عم برقص مزبوط وهيك، وإني كانت ترجعوا عيد وقول أنا يا رب ما يكون أنا غلط يعني، لأنه كلنا مع البروفيشنال دانسرز مع أنا مين الأود نوت يعني فيه، وأنا أرقص أرجع أعمل هيك وأعمل إيدي هيك يعني في كذا ستيب. شو بتطلع ببسام كل الوقت ماشي لا اشر قدام لا اشر كل وقت وسام عم يضبط وطني وطني هيدا هيدا وسام شو اجى على بالك؟ بس فرجينا الغره شوي بس بليز ما في صح شلون؟ عن جد كارلا هيدا موقف وطني بنحييك عليه كثير من حديث البلد. بسرني اني استقبل تعاسه النائب عفوا سعاده النائب الممدد له الدكتور بيخت عكليويش رئيس اللجنه البرلمانيه للكوارث الطبيعيه. مثل ما بتعرف دكتور حضرتك عم تدرس بهاللجنه قوانين لنحمي اللبنانيه من الهزات الارضيه، فطبعا بدنا نطلب منك تفسر للبنانيه شو بيعملوا اذا صار هزه ارضيه، لانه مثل ما بتعرفوا لبنان مهدد، لبنان مهدد انه يكون في هزه ارضيه قويه. وبعد ما صارت هالهزه كل العلماء عم بيقولوا كيف لبنان بعده ظامت منها هالهزه الارضيه، فحضرتك خبير ودرست هالشيء وعم تدرس كمان قوانين جديده، شو عندك تقول له للبناني كيف يحمي حاله خلال هزه ارضيه؟
لانه وقت تصير الهزه ما بيعرف وين بده يروح، وين بده يروح اللبناني؟ صار هزه. شو انت وقت كنت باليابان، انا حضرت لك على اليوتيوب مقابله كثير حلوه باليابان، عم تفسر لليابانيه انه ما يتخبوا تحت الطاولات مثل ما بيقولوا، انه بجوز حجره كبيره تجي وتكسر الطاوله، بقى بتجي عليهم وبتقتلهم، فاللبناني شو بيعمل؟ إذا هلا أنت وأنا صار هلا هزة أرضية، كلنا هون بهالسجن شو بنعمل؟ وين بنروح؟ لأنه لبنان مهدد دكتور، نحن هيدا اللي بدنا نعرفه. هالتهديد هيدا بيقولوا إنه زمان وهالفاي الموجودة تحت الأرض أو تحت البحر عم بتجرب تهز، ويمكن لبنان أي 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 بلدات رح في بلدات أكيد رح تتأثر أكثر من غيرها طبعًا. بجنوب اللبناني سنة 1956 صار هزة كبيرة على ريشتر بعتقد 6 هدم كثير اشياء، هل لبنان ممكن يصير عنده هزة كثير كثير قوية؟ وبين ما كنت عم تعطينا هالجواب نحن بنمرق هالإعلان. بعد الإعلان عودة إذا إلى الدكتور بيخت عكلويش. خلال الإعلان حسيتك عم تدرس كيف بدك تفسر للبنانية كيف بده يحتاطوا من الهزات الأرضية. نحن بلبنان بعمره كيف ما حدا بيعمر حسب الأسس، يعني في شيء اسمه أنتي سيسميك لازم يتعمر. هل عم تدرسوها بالبرلمان؟ عم يمشوا معك يعني النواب لأنه بدك تلاقي طريقة إنه ما تخلوا العالم تعمر كيف ما كان، هذا اللي بدنا نعرفه. في خوف كتير كبير. ها انا قريت لك كتابك بالهندي هزات على مدى النظر، بتقول بصفحه 196 انه ما لازم واحد يروح صوب البحر لانه في تسونامي. ما هي الارشادات التي تريد ان تعطيها للمشاهدين؟ وبما كنت عم تعطينا اياها من مره هالبريك الاعلامي. طبعا نحن اطول شوي على بدا خلص البريك الاعلاني، بيبقى بختام هذه الحلقه الشيقه التي احتفلنا بها الدكتور عكلي حبيبي. بس انا يعني ما رح يصير لنا لقاءات عديده دكتور، ولا يهمك في كثير اشياء بدي اقولها. وضحت الفكره، الوقت ما عم يهمنا، ما بقى فينا. انا بيبقى اني اشكر بختام هالحلقه معد البرنامج الاستاذ رونا احفاد، اختار مني بقى مش المخرج لعاب قاشط، مهندس الصوت صباح اتول، مهندس الاضاءه فونس هبيل، والمصورين فتاك وحووز ولابط وزلطة وجمبت جمبت دكتور حبلي بشهر التاسع بعد ورا الكاميرا. بدي كمان اشكر كل اللي اسمه الوالد، مع ان عنا لقاءات وضحت الفكره ما في وقت دكتور. بدي اشكر كل اللي اسمه بدليل الهاتف، رح بلش من الالف للياء. ببلش مع بالالف بعائله اباجيان ارميناك واجوب واسبائهم في لبنان والمشرق، ابراهيم عائله ابراهيم امين وحامد وشاكر واسبائهم في لبنان والمشرق، عائله ابو الروس وعاد وامين. ما بصير دكتور عمالك شو قال لك يوم كله. عندنا بالالف في ابرشيه الروم الكاثوليك كمان، عندنا اكيد كتار بالالف رح نط على البي، بالبي في عندك عائله بابا امين وابراهيم وكل هالعائله. مش مسموح هالشيء هيدا، عيب عليكم. شو هالحلقه هاي؟ رح يصير لنا لقاءات عديده دكتور، لقاءات عديده ولقاء الليله. شو رح لشو جبتوني انا لهون؟ لشو جبتوني لهون؟ توضح لنا الفكره. أطلب منكم اثنيناتكم سوا تقولوا ميشيل تيزيفو، ونحن رح نسجلها ودائما نحطها على سامبلر، يعني بس إذا أجنا دغري بحط لهم ميشيل تيزيفو. يلا واحد اثنين ثلاثة ميشيل تيزيفو. منيحة منيحة، بدها زقفة. تكرم عينك ما تاخذيني. ما تاخذوني الي؟ نطعت فيي السياره وما لقيت حدا يدفش هدفشي، تركت وجيت. ما تاخذوني شباب صبايا، ما جايبه معي شيء، معروف عني بالكرم والضيافه. اعذروني. مشان هيك واصله تعبانه ست فيروز؟ تعبانه. ست فيروز ما زالك معنا، شفت مسرحيه زياد الاخيره؟ مجنون يا اختي؟ ناقصنا مجنين؟
عشوي رح نصير كلنا نحكي. شو وقفت عليه؟ يا علي. طيب مزبوط انت 8 اذار مثل ما صرح زياد الرحباني؟ انا شو بدي اقول لي؟ اذا 8 متفقين 14 غلطانين، اذا 14 غلطانين يعني هن مش مختلفين، اذا هن مش متفقين يعني انا مش مع حدا. وينون؟ وينون؟ وينون الكتاب؟ أنا عتبة كتير كبيرة عليهم، عملوا مسلسلات للكل، حليم وكلثوم وأسمهان وصباح، وأنا وين؟ نطرونا كتير كتير. شو بدي أعمل؟ مع إنه بحب أقول لهم، مسلسلي ما بكلف شي، الكاست أنا وبنتي ريما. طيب ست فيروز شو عندك اليوم شي جديد؟ عم بحيك شيل لبنتي ريما وكنزل لزياد مثل ما بتعرفي رجعت الشتوي. حلو. في حدا بحب يسألها شيء؟ سامي خيات تحب تسألها شيء لست فيروز؟ إيه بدي أسألك موسيقيا بتحبي كنت تحبي بدل يعني مع الغناء كمان تدقي على شيء آلة موسيقية؟ أنا بدقي على القانون لأنه القانون أهم شيء بهالدنيا طبعا مش هيك. طيب انا عرفت انك جايبتي لنا سيربريز معك. ما بيخبى عليك شيء؟ بنت مين انت؟ بنت بسام اللي مرتو عايده؟ صح. انتوا اللي بيتكم بالعلالي؟ فوق. كانوا ولادي يلعبوا غميضه من وقتها ضاع شادي. ما عدتي لقيتي له شادي؟ ضاع. مع انه صار له 20 سنه بلا بس. عرفت انه عم بيشتغل على ترومبا. ورحت حكيتيه؟ يا ريت. طيب شو هي السيربريز؟ ما عرفنا بعد. لأني ما جبت لكم شيء ضيفكم، قلت خليني اجيب شيء حلو كثير. أنا ما قدرت أعزل المرحوم صديقي وديع. جبت لكم فيلم نادر بيجمعوا مع الصبوحة. وهيدا كان لهم 40 سنة مش شايفين بعضه. إن شاء الله يعجبكم. أكيد رح يعجبنا، هيدا سكوب الليلة جايبتيه ست فيروز لحديث البلد. أنتم مميزين. وناس حبوا بي والان تي في مش حيالها شاشه. شكرا كثير ست فيروز. طيب ست فيروز اذا بدك نشوف الفيلم اكيد سلمتيهم اياه هونيك، بدك تطلعي بالكاميرا وتقولي بلاير باسم. بلاير باسم. كيف حالك؟ وانا كمان دكتوره. يا الله اكبر. بتضلي صباح، بتضلي صباح. ابدا على طول. بتضلي صباح. كيفك؟ كيفك عم؟ كيف صحتك؟ كيف صباح؟ نور منا من اخبارك؟ منيحة؟ زكفيني؟ زلفة رمضان. ميرسي. شو شو؟ تقتلني. نحن بالأكل. كيف؟ يشعشع نوركم ضوى قدمكم. الله 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 الله. يا أرض اليابسة الداسة قدمكم اخضر اخضر العشب فيها ولت يوم. حيا الزمان اللي زمعنا ببعضنا. حيا الزمان اللي جمعنا ببعضنا. الله 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 الله. انبسطت كثير شفتك والله يعطيك العمر والصحة الي وعائلتك كمان. الله يسترك ويطول عمرك ويكفيك على الجهاد الداخلي والخارجي. يلا انت عرفت شو بعني الداخل والحمد لله. يعطينا الصحة أهم شيء. ونحن نفسنا ونربحنا الجائزة. الحمد لله. كبرنا. فالحقيقة حفظنا على كرامتنا وعلى فننا وعلى وطننا. الحمد لله. تحية الفن تحية الصباح. هذه جلسة العراق. يا حبيبي. الله يخليك لهالبلد. يعطيك قلبك حلو وقلبك كبير. كبرني. قضينا العمر نحن وياك. إيه معلومة أنا بحبك كثير كثير. وطلعنا سوا. ايه ما عندي غيري انه بقدره وبخاف طبعاً. لبنان ما يكون عنده وضع صعب. هو بخاف من لبنان ما يكون عنده صباح كلبت. ايوه كنت قلتيها. صحيح انا انبسطت كثير انك ماشي لهون. هيدي احلى هي صبوحه. انا ممنونك عليك. يبو نو الله يستريك.
طول عمرك وتضلي عزيزة. وانت كمان عزيز لها مصبوحة. انا مش اصل فيك. فيروز بدي اقول انه هاللقطات النادره اللي شفناها والحلوه كثير يعني ما بيشبع واحد منا هي ماخوذه من لقاء خاص اجرته زميلي زلفا رمضان من مجله سيدتي سنه 2009 وجمع السيده صباح بالراحل وديع صافي بعد 40 سنه ما كانوا ملتقيين فيهم سوا. واو. وكان هيدا اللقاء الاول والاخير بعد هالأربعين سنه يعني رجع توفى الراحل وديع صافي بال 2013 فعلا فعلا لقطات يعني مميزه جميله ومؤثره. بدي كرر الشكر لزلفة رمضان ولا مجله سيدتي. كمان شكر كثير كبير لك بونيتا اسعادي على هالتقليد الرائع. تكوني معنا من وقت للتاني بحديث البلد بشخصيات جديدة ومميزة مثلك. هلو كحلو ميغانيسيا خلصت السيارة. طيب بتشكرك كثير. خلصت السيارة ست فيروز وأنا صار لازم ودعكم. باي مع السلامة. هالسيارة مش عم تمشي. هالسيارة مش عم تمشي. بدنا حدا يكفش هذا الشيء. يحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين هي. هبة عاطفية عنا ما عم تسلم من الشائعات وعلى طول في حديث عن علاقة غرام مع أسامة الرحباني. كذب. مش معقول هالعالم شو بتحب تحكي. كذب كذب عن جد شيء بضايق. مش معقول العالم في أكثر من علاقة غرام. شو بكذبوا العالم عن جد. هبة شي بيعصب شي بيعصب هالإشاعات يعني مانا إشاعة بشعة. أنت هالإشاعة رح تصير خبر مؤكد وتصير تقولي له كل يوم على بكرة صباح الخير لأسامة الرحباني. ما بعرف يعني تفضلي على مسا الخير. نحن ماشيين حسب الغنية. هالاشياء يعني بتضلها هيك بتضلها خاصة بس انه لهلا ما في شيء قريب من هالاجواء يعني. يعني بعدها بعده الخاتم هون. بعده الخاتم هون على قبل ما نستقبلكم. عاشرت بس تصير الشغلة مضبوطة وجدية بتطرقوها من حديث البلد. وعد هلا طلعت كانه حكينا انه اذا صارت. طب خلينا نعملها بغير اخراج. اذا صارت شغله جديه بتطرقوها من حديث البلد. اكيد. اوكي خلص وعد. ب 21 اذار 1994 يعني بنهار عيد الام وبعمر 23 سنه تم توقيفك على خلفيه قضيه تفجير كنيسه سيده النجاة وبقيتي معتقله بوزاره الدفاع ل 46 يوم تعرضتي خلالها لابشع أنواع التعذيب لأجبارك أنك توقعي على ورقة بتأكد تورط خيك جان مع رفاقه بالتفجير. من بعدها تمت تبرئتك قبل ما ترجعي تعتقلي من جديد بحزيران 94 بتهمة قتل كاهن بعجلتون ويصدر بحقك حكم بالإعدام خفض للمؤبد. بتقولي ان والدتك هي اللي خبرتك نتيجه الحكم وعلى اثر الصدمه تخرسنتي وانشليتي لاكثر من شهر. كيف والدتك هي اللي خبرتك هي كمان قدرت انها تساعدك وتدعمك لتطلع من الحاله اللي انت فيها؟ يعني انا والدتي اذا بدي احكي عن دوره دور الابطال. أنا يا رب أعرف زود أولادي مثل ما أمي زودتني، لا قدرت أتحمل اللي تحملته. أمي زودتنا بالإيمان وبالصبر. زودتنا بالقناعة، هول اللي ساعدوني. أنا يمكن هلأ لأني صرت أم صرت أفهم وجعها أكثر وأكثر. يعني أنا 5 سنين ونص حلمت إني ألمسها لأمي. على طول كان في حاجز بيناتنا. شوفوا الصعوبة. بعد أنا بقيت حوالي سنتين بدون أي محاكمة. بس بلشت المحاكمة
كان عندي ثقة كتير كبيرة بالقضاء وعارفة حالي بريئة. أنا كنت طالبة، قلت أكيد رح أطلع، جهزت حالي. هون بلبنان السجين ما بيروح على المحكمة ليسمع الحكم، ينطر بالسجن ويجوا الأهل بيبلغوا. أنا بس فاتوا أكيد عرفت بعد ما كنت محضرة حالي أنه خلص طالع. وصلوا عرفت أنه في 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 حكم، في شيء مش منيح من وجهه. طبعا بلشوا بالأول يخففوا عني، ما طلع الحكم. لو وصلت أمي قلت لها ماما أنت ربيتينا ما نكذب، وأنا هون لأني ما كذبت، أنا هون لأني ما شهدت زور. أنا شو انحكمت؟ جوابتني شو بدي أعمل لفوت أقعد معي كل حياتي؟ غبيت بس وعيت، لقيت حالي ما بحكي وما بقدر أمشي. بيت حوالي لفترة وكان الصعوبة بس يحملوني لتجي للمواجهة وحمليني من هيك عم بكرر. هلأ بفهمهم، بس كانت تقول لي متى بدي أرجع أسمعك تقولي لماما؟ صار الوجع وجعين. وبعد فترة أكيد بقوة إلهية رجعت حكيت ورجعت مشيت. أمي بتجي صحفية عم بيعملوا ريبورتاج عني من برا، بيسألوها بيقولوا لها لو بنتك تشهد زور ما كانت هي بالسجن. بتجاوبها أنا فخر لإلي بنتي بالسجن، أصلا ما كنت فتحت لها الباب لو كذبت. Bien, je venais de vous dire que vous êtes séducteur et ça se voit sur la couverture de votre livre, Patrick Poivre d'Arvor. Seules les traces font rêver. Souvenirs et portraits de Patrick Poivre d'Arvor. Édition Robert Laffont. Une œuvre autobiographique chargée de confessions, nostalgie et secrets de la vie d'un grand journaliste et ses rencontres avec divers hommes de lettres et de pouvoir, en vente dans toutes les librairies. C'est très difficile d'être séducteur avec vous parce que vous mettez un livre devant votre tête. Comment voulez-vous qu'on essaie de vous regarder? Mais si le livre est aussi précieux, j'ai l'honneur de le faire, vraiment. C'est gentil. تبعتينا هيك فكرة عم مرجانة كيف تحكي بالمسرحية. إيش بدنا نفوت عن لكن امبارح صراحة شفت لاريتا مع حدا ما عم بيقول اسمه لأنه حدا كتير مهم. إيش بس ما بدك قلي طب اوكي لانك اصريت رح اقول لك اسمه. شفتها مع ميشيل ابو سليمان بس شفتها بمشهد يعني عن جد انه صراحه مش حقلك شو بس كانوا غامرين بعضهم يعني انه غامرين بعضهم مش غامره اخويه ابدا مش غامره اخويه بس انه يعني مش شو بس انه مش خبرك بدك خبرك اكثر طيب خبرك اكثر قعدوا على البنك قعدوا على البنك ايه من بعد قعدة البنك صار في غامره قويه بايد اليمين هي وهو بايد الشمال ما بعرف كيف ظبطوها ما بعرف إيه. هيك إيه. وبعد ما رح خبرك أكتر أنه عايب إذا بدك بعد الهواء تحت الهواء كل هيدا ما بدها تخبر كله هيدا مرجانة بس أكيد مع إشارف على راسها وبطن قدامها. كم مرة حب قبل ما تتزوج وبعد؟ لك هون لك الطريقة أنت عم تكتب. حلو نفس الجواب بدها سقفة كبيرة يعني أنت الحب الحقيقي بحياته. أكثر صفة تزعجك فيه أنت كمان بدك تجاوب شو هي الصفة اللي بتزعجها فيك؟ التوقيت لا ولا صفة شو كتبت هي؟ ولا صفة ولا في شيء بيزعجها يعني ضلك تأخر ما تفرق معه التوقيت ليش بتتأخر؟ تيال قصدك نوب انا فهمت غلط انا فهمت العكس انه الصفه اللي بتزعجني انا شو اكثر صفه بتزعجني هي هي قصه التوقيت لك كل الستات مثل وحده عم ناطره جوزها عم تظبط حالها قالت له قلت لك خمس دقائق حش دق لك النص ساعة منيحة منيحة حبيتي يا هيفا ايه كثير حبيت بديك انا وياك نلعبها اكيد لا قديش بيوقف قدام المراية ليش ما بيوقف الا قدام المراية؟
غريب لازم لازم تلاح خمس دقايق مش كثير مش كثير خمس دقايق مش كثير عن جد قديش بتوقف قدام المراية؟ خمس دقايق توقف لا مش انت بتوقف قديش يعني انت بتوقف؟ ماكسيموم 10 ساعات ماكسيموم لا هيدي مرتي بتتميز فيها الشغلة عن جد 15 دقيقة أنا حسيت 10 على شو بتتخانقوا أكثر شيء؟ عندكم 3 ثواني لتجاوبوا بدي أسألكم على الحاف تليفون على التليفون فينا نشوف على الكاميرا على التليفون وعلى التي في أيها أكثر أيها أكثر بيصير المشاكل أنا بنرفز عليه على التليفون بضلوا كل الوقت على التليفون مظبوط وأنت شو والتلفزيون شو بيزعجك لا التلفزيون أوقات بنكون بنكون يعني هي عندها بروجرام بدها تحب تشوفه أنا بحب أشوف شيء ثاني يعني برامج سياسية إيه هيدا المشكلة يعني نحن بنحب البرامج السياسية بس زابينج أوقات بنكون عم نسمع شيء دغري فجأة بلاقيه فجأة هيك بيطلع بوجهي أحسن حال بفاجئني يعني أحسن حال تلفزيونين أنا بلاقي جربتوا تعملوا ريهرسل قبل ما تجوا على البروجرام أبدا أعطينهم الأسئلة أساسا التقينا هون هيدا شوي مثل بأمريكا وقتها بده يشوفوا اذا اثنين مزوجين مشان الجنسيه إيه؟ بيصيروا بيسالوها اي دانتيفيس بيستعمل اي دواء حتى يشوفوا اذا اذا نايمين ما اذا عايشين مع بعض بس عن جد عن جد التقينا عندكم هلا بعرف شو اللي كان يعمله ايام الخطبه وما عاد شفتيه بعد الزواج سكس لنشوف الله يديمك محضر خير ميشيل من وقت الخطبة والله كنا نعمل بالخطبة عندهم ولدين اسم الله جننوا دكتور عم بتطول ايه في اشياء كانت وقت الخطبة تعملها وبعدين بعد الزواج بح نسيها حتى اللي ما عم بيعملها نسيها سيم زي لا شيء قبل وبعد اوكي مش معقول برافو مع انه صاركم مزوجين 14 سنة 15 سنة 16 سنة سبوبة من يومين ثلاثة كان عيد زواجنا كان يلا عقبال جيت بخصوصي بالسفر مش هيك انا 25 اكتوبر كنا مسافرين انتوا 24 انا 25 اكتوبر اوكي لكن طلع معنا هلا طلع معنا هلا سؤال جديد شو قدم لك هدية على عيد زواجكم؟ فينا نشوف على الهواء ساعة مش معقول عن جد بدها توقفي هيدا أجل سؤال لأنه هلا بعدها من يومين بعدها من يومين القصة بس حلو إنه قديش عنده قدر يقدم لها ساعة من وقته قد وين قضيت وقتها حلوة حلوة الساعة؟ أول مرة بتلتقى أنت والوالد على التلفزيون؟ على التلفزيون أول مرة على البراد مع كم بنت حكى نيكولا قبل ما يتزوج؟ رفلي يعني مش ضروري العدد المضبوط. أنا كمان بدي أحكي. إيه أكيد. بدي أعبي. إيه مع كم بنت حكيت قبل ما تتجوز وبعد ما تجوزت؟ يلا سوا لعندي. اون سول دو، في وحدة ما كان معك خبرها. لا بدي أسأل بعدين مين هلا في أسئلة في أسئلة ورا زوجت صغير على الحال حتى سألته ليه مستعجل أول وحدة هيدا كان رح يكون سؤالي عرضت زواج نيكولاس صحناوي المبكر يعني موريس صحناوي عارض زواج نيكولاس صحناوي المبكر لا جربت أنصحه وأنصحها إنه عم بكره كثير إلا قلت له طيب أوكي مش أكثر من هيك لا مش مضبوط أنا ننطر سنة قبل ما نتجوز سنة منت عليهم بسنة كنت أخذها خطيفة أنا قال لي أعطيني فرصة بس شوفها وأقنعها إنه تنطر سنة قلت له شوفها بس ما عاد تقدر تقنعها فاتت لعنده اقتنعت رجعت قالت لي ما عليه ننطر سنة قلت له أوكي وجوزت ورجعت تزوجت خطيفة؟ لا بعد سنة جاي
وقت تزوجوا خطيفة؟ لو ما تجوزنا لو جوزنا خطيفين لو ما نطقنا سنة أنا برأيي ما كنا ضايلنا سنة مع بعض. هلا صرنا 25 سنة مع بعض. يعني كانت نصيحة بمحلة. كنت صغير كثير. كنت صغير كثير. هلا اليوم عمال يعترف على الهوى. ايه عارف من قبل عارف. بدي موريس يقول له شيء لنيكولا مش قايل له اياه قبل، ونيكولا يقول له شيء لموريس مش قايل له اياه قبل، على كل واحد على الاردواز الخاصة فيه. كمان. مش قايل له اياه. مش عذبتينا أكثر. كونفيسيون. اعتراف. نيكولا وين القلم؟ ما بدك تعترف بشيء؟ بدي لاقي شيء اعترف فيه عمالك. نيكولا. بس ايه عبالي قله شيء بس ما بينكتب يعني طويل ما عليه قله يا ما عليه الغلي اللي كان يعملهم كانوا يخلصوا يعني كان يعمل يومين غلي مره خبرنا عن غلي اكروبوليس يومين ورا بعض عم بيسوق وما قدر ينام يعني رفضوا بالسياره بالاخر كان صار لهم يومين عم بيحضروا ما هيك بس بالاخر خلص الغلي يعني له طغم نعم يعني انا الغلي اللي فت فيه من سنتين ونص ما عم بيخلص يعني وممكن بعد فيه ما بعرف ست اشهر سنه بدي اقول له انه انا عم بسوق الغلي تبعي لانه شفته كيف كان عم بيسوق الغلي تبعه وان شاء الله ضاين بس لاخر ليخلص ليخلص الغلي يعني بكلمه ثانيه يعني بكلمه ثانيه هو كان الاكزامبل هو المثل اكيد هو المثل أكيد. يعني موريس احنا كتب لك شيء كمان كثير مؤثر سوسي فيير دو توا هو فخور فيك يعني هذا هو الامر الواعي 996 38 غيره 69 شرفوا هذه هي الحكومه 69 تزبط 666 لا 69 69 تزبط لانها حياديه ما خاصه بالسياسه هي سياسيه رح تنضم لنا زوجتك الكرسي وين؟ هلا بجيبوها بجيبوها هلا بجيبوها الكرسي هي بتحملها وبتلا نازله فيها هي بتقعد حد ميشيل حدي هون انا خاف كثير شوي بس بشرفك مش قادر اشوف شيء منقوشه ليه صوتك عم بيطلع عم بيعمل ريفيرب منقوشه منقوشه ولبقلك منقوشه اليوم بعدني اليوم بعدني كنت عم بقول له انه الحكم على الاسنان عندهم خاصة مثلا بتقعدي على الكرسي تفتح تمك بس بصير يسالوا اسئله يسالها ايه انه كيف هالشغل ما بقول عم تسافر قالوا يا شو بيفهموا ما بعرف انا ما بفتح له مجال انا بكمشي وبقول له ما بدنا نشد على بعضنا حكينا انا صار لازم ودعك اجو لهواك تتكابر اجو لنساك تراضيني اروح وياك للاخر اعود الجاك ناسيني اجو لهواك تتكابر اجو لنساك تراضيني اروح وياك للاخر اعود الجاك ناسيني يوم تغيب يوم تعود يوم اشواق يوم غرام ليلك ليل نهار قلبك تلج قلبي نار يا طير طير يا حمامة وانزلي بين النار والهامة هاتي لي من
الشمس ما بتغير لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغير لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب لا 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 أحمر بتقولي بلاير باسم بلاير باسم لا لا منكم لا تكونوا تطلعوا سوا بالكاميرا وتقولوا بلاير باسم يزي بلاير باسم بلاير باسم بلاير باسم يا لطيف ما زبطت بعد كل هالإفور مع هالإفور كله مع كل هالإفور بلاير باسم بلاير باسم برجع بنعيد الإفور تليباتي لا مش إفور إف 5 هلا إف 16 واحد اثنين ثلاثة بلايت شو هاد؟ ويل صلح له بلاي بلايت ويل عبا منيح يعني لا طيب بلاير باسم لا يلا بلاير باسم بلاير باسم منيحة شو لحظة لحظة بلاير باسم بلاير باسم بلاير باسم يلا بلاير باسم بلاير باسم أيوة 1 2 3 بلاير باسم كمان شو بدك تقول؟ بلاير باسم ما زبطت فاز لا هو عطى الإشارة لأنه مخرج ثلاثة تكون سوا على التوب بتقولوا بلاير باسم قول توب توب بلاير باسم أيوة سوا ما زبطت لازم سوا هونيك هونيك واحد اثنين ثلاثة بلاير باسم بلاير باسم صح بلاير باسم بلاير باسم صح بلاير باسم بلاير باسم بلاير باسم بلاير باسم صح بلاير باسم بنقول بلاير باسم بلاير باسم بلاير باسم صح بلاير باسم بلاير باسم بلاير باسم ميشيل طنط ركز معي لا معلش بس انه بالكلينكس مش بايدك هاي هي هيك موديلها بيني كانه فيلتي فيلتي احلى مربى ما بحب احكي هيك حكي بلا مربى ايه الو ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في وهلا فقرة ما قلنا بدك تبلشي يا قرب قلت لك اوكي سيلانس بليز انا وبنتي ببراغ سافرنا سيارة بعد نص ليل وصلنا تعبانين نمنا وعينا ساعة واحدة فكرت انه صار واحدة الظهر تاني نهار فتلفنت انه قلت له فينا بعد نلحق البريكفاست قال اتس تو ايرلي فور بريكفاست بعد؟ ايه شو هيئتهم اول دوز عم بأول دوز فوق بلشوا بالقياسات تور دو بواترين رجال لا بتعطيهم واحد اثنين ثلاثة يعني المرأة فينا نقول انه واحد اثنين ثلاثة ميكرو عم بقضي ما هو ما هيك ببلش واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة الوقت على ثلاثة ولا بكفي؟ لا حسب صحته الله يخليك عد لك بس لانه قطش الميكرو انا عم بعيد السؤال بس ما تجاوب انا ما بعيد بدون ما تجاوب ما تجاوب ما تجاوب ما تجاوب ميشيل ليه بيعملوا فيي هيك كلهم هو ليه عم تعمل هيك شو حلوين هالصبايا عن جد
يي شو خصك انت؟ خلاص هون في وحدة حبيبي فرح نشو صار لي ست سنين مش عاطس وطلال صار في هيك ما سألنا عنه حلوة حلوة طلعت في طيب وطلال شو بيك انت انت هون بتعملهم عادة ايه وطلال صار في هيك خلطينا بيننا لك بلا خلاصة يلا يلا بلا خلاصة يلا بلا خلاصة طلال صار في هيك سيلانس سيلانس اوعى تتهوى عليك عين سيبي لي رصاصة مخصص جسدي انا برصاص مش ضايع ما بقى فينا نلخبط ياخذوا لنا اياهم على الهواء مي جنا يا مي جنا ويا مي جنا اكبر جريمي عن نبع اعطش انا اكبر جريمي هي عنا باع عطش انا جمعني الحظ مراب ولف طيب كنت ناوي بريق الجرح طيب عزمني عبيته قلت طيب رحت تخاطره المكسور طيب امت لقيت جفن وسيف طيب منيح اللي رجعت عالبيت طيب وما ضل مطرح بجسمي وما نصايا يا هي هي معاني لكلمة طيب بذات هيدا ونحن بقى ما زالك خلصت بنا أقول لك طيب Pretty baby with the high heels on You give me fever like I've never ever known You're just a product of loveliness I like the way that you walk, you talk, you dress Give me fever from miles around I'll pick you up in my car and we'll paint the town So kiss me baby and tell me twice That you're the one for me, it's the way you make me feel. عصام صح إنه لما نعرض عليك الدور تمنيت إنه يلاقوا ممثل غير جماعة. لك في أغلى من دياما في أغلى من دياما. ليك هي صراحة هيك صارت الشغلة يعني أنا دياما ولا مرة شغل معها وكنت حاطط حدا براسي وبالأول كنت مصر كتير عليه فبالبداية إنه مش الحال وعلى اساس انه اوكي وعملنا ريهرسل قبل انه جينا عملنا ريدنج وهيك اخر دقيقه عرفت انه جابوا دياما طيب شو كان ماخذك علي على دياما؟ شو ماخذك علي؟ مش ماخذ شيء يعني بس انه ما بعرف يعني مش حاضر دياما غير بالدراما ما بعرفها بالكوميدي مع انه نحن كنا سوا بالجامعه بس انه ما حسيت فيها تعطي ما بعرف مش ما حسيت يعني ما ارتحت انا خلينا نفوت بشيء بروجي انه اكون مع حدا برتاح معه هيك وهلا بعدنا عم نقلع صبا انه ما بعرف انت كيف مرتاح شو اقتنعت ولا كنت مرتاح انه صبا هلا قلعنا اول حلقه اول 10 حلقات نشوف هلا بتطلع هاي يمكن بدك 100 لحتى تبلش بس انه ايه هيك صارت الشغله يعني كيف حاسسها اليوم ادائها يعني في مثل ما بيقولوا كامستري يعني بالدور ولا بعد رح يصير رح يصير رح يصير في كامستري يعني بس تبلش تهر وجبتها ايوه فبلكي بصير في كامستري مع الوقت عن جد مقتنع باللي عم تقوله لا بس هيدي الحقيقه ما بعرف من وين جايب الاخبار هون نحن حديث البلد حديث البلد يعني بجيب اخبارها دغري بس انه حرشتيني يعني انه دياما انا مبسوط هلا ما بعرف لا وانا مبسوطه كثير يعني مبسوطه بالشغل ومع كل ما كنت بتعرفي هيدا الشيء انا فكرت بعرف صراحه يعني صارحك بالموضوع بعرف انه
ما بعرف. I love you. هلا أنا. عن جد موت فيكي. بس أنا بدي أشوف ضغط. لا أنا ما كنت بعرفه. لا أنا نحن عرفنا إنه يعني اللي عرفني. في عم مداخلة صغيرة. يصير لك تمثل معك اليوم. انه هيدي شكلت ازمه يعني بالمحل معين ما كان معي خبر هلا عم بسمع انه شكلت ازمه كان معقول ينسحب من المسلسل هلا عن جد لا انت بتعرف هذا القصص انه هن بيعرفوا لانه بس على اساس انه هيدي قطعناها شو جايب على حديث البلد لا بس انا بدي اقول شغله انه الشيء اللي شفته بدي اقول لها ميرسي كبيره لمايا انه الشيء اللي شفته فيي مع انه ما حق عصام انه انا عرفت بالادوار الدراما كثير يعني فبدي اقول لها ميرسي كثير وانه شافت شيء ان شاء الله اكون ما خيبت لها ظنها يعني ما في ميرسي معناه انحرج وبالاخر اضطروا انه جابوا ديامون هذا الوضع اللي صار انا هيك فهمت اخر شيء هيك صار لا انا ما هيك بعرف مين سمع؟ لا نحن حقيقة يعني ما بعرف أنا سوري يعني ما كنا عملت شيء سقطة فيه ولا نحن عرفنا فيها هيك نطلع من هون روحة رياضية وأنا بدي بعمل مداخلة مثل ما عمل جورج إنه يصير لك بس هذا ضرب لجيامون يصير لي نمثل مع جيامون انت عبقت على فكره لا او انا قلت ما كنت عم تشوفي انت وعمال تكبر من هيك تطلع فيه وهو عم بقول لك من ورا قوي لا فيه انه بليز سامحيني عم بعمل هيدا الشيء لا انه ايه لانه قلت له مقتنع اللي عم تقوله لا انه عم بفكر انه معقول هيك ويعني مصدق الله يعني هلا هو كل شيء عم تعملي له زفه انت بالهاي عمل لك زفه هلا بدي انا عم شوي انه مش حالي هلا هي طالعه براسي بس انه ما بيعرفوا هو جاد يعني قصدي كفي موفي ما كفي موفي يعني ايه طيب حرام يا ما خلاص بدك تبوسها تقول لها سوري لا مش ابو كيف بتتصرف اذا شفت حبيبه صديقك مع رجال ثاني مع صديق حبيبته صديقك كمان اذا شفت عمي شو صدق من وين بيطفوا شوي بس حبيبتي مش قليله اذا شفت صديقه حبيبه حبيبه صديقك مع رجل صديق حبيبه صديقك عم بتخونه يعني عم بتخونه بخبره اذا صديقي بسيط لا بسيط اخر شيء لا لا انا بخبره علي خبره كصديق يعني لا ما بتخبره لا هي نزوه مرأة مش عارفك انت انا هو شو ليز ما تخبره اوكي مش انت هيدا الرأي لإله شو انت الرجل الثاني عادي خبره انت عم تحسب حساب بلكي كنت انت الرجل الثاني انا بترجاك ما تخبره الدكتور حلو كثير وبعد عم تغزل فيه وانت كمان حلو كثير بس بالمستشفى يعني دائما الحكماء بيكون في حواليهم طاقم عمل بيكون في حواليهم يعني مساعدات تلاميذ طب تلاميذ طب صغار ها عم بيساعدني عم بيعطيني كمان تلاميذ طب انترن يعني او ناس عم بالي يتمرنوا مين بتغاري عليه؟ ما بتعرفي هلا شو عم بقوله قد ايه بتغاري عليه؟ اكيد بتغاري بتعرفي شو عم بقوله؟ عم بقوله انه بالمستشفى بقولوا له شيل هاللحيه شو مبشتك هاللحيه؟ هلا بنعرف ليه بقول لهم مختي بدها اللحيه بقولوا له لانه قد ما بتخاغ هيك بدها تبشعك بقى عامل اللحيه بس مضبوط لانه كثير محليته قلنا له شو طيب انا بدي هيك بقوله بالمستشفى بس انا بدي اعرف قد ايه بتغاري انا ما بخاغ عن جد ايه ليه بدي غاغ بالعكس بنبسط انا اذا ما بتغاغ ليك انا ما بتغاغ يعني ما بتخافي كل النهار يعني في شغل واعطينا هيدر يعني في احتكاك يعني كل النهار انه ليه بالعكس انا بكون مبسوطه ما بينشغل بالك شوي ابدا اذا طول مثلا شي نهار دقيتوا لبعضكم اقل من 10 مرات لا قبل 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 أكيد. ابدا ابدا هو مزبوط أبداً. ما بتغار ما بتغار طيب انت دكتور انا مبلا بغار اخر مره غار لانه بتاخذ هيك اوقات يعني بتعفي باجواء معينه هن ما بيعرفوا رانيا كيف بتكون يعني اجمالا بقى بتضحك ضحكتها حلوه وكذا بصير الناس بتقرب اكثر يعني بتصير ايه مزبوط غريب بتظهر دائما شو بتعمل بس تغار؟ كيف شو بتعمل؟ لا دغري بتحس يعني هي
قرب قرب انه انا هون كون قريب بقوسي انا هون اوكي في شي مره ضربت حدا شي بوكس مثلا بحياتي لا من ورا الغيره انا بعمل جيدو من ورا الغيره اها وبيعمل جيدو ومشان بيعمل جيدو كنت مقرب كثير قبل شوي بس انه ما صار في شيتا نضرب حدا يعني لا هلا الله يستر ان شاء الله الليله تمرق على خير تمرق على سلامه بفتكر ليلي Tout le monde en parle, me manque, mais... mais je trouve que elle a beaucoup plus de charme que notre présentateur de l'époque, que je ne veux pas citer, en France. Voilà. Voilà. Là, we are fishing for a compliment, as they say. We are fishing for a compliment. الوهم ديوان شعر لبانا بيضون صادر عن دار النهضة العربية وموجود اليوم بالمكتبة معنا مش عمين ورمان أب لما فتنا حتى نصور اول حلقه من حديث البلد شفت هيك ميزانين قلبي قلت لهم شو هاي ليه ما بيزبطوها لا هيدا بروجرام ماريو الجديد على كل حال اذا بدك قوم انا وياك نتفرج عليها ورا الكواليس اياها هون بالاستوديو يلا جد بدك تجي معنا مش ماشي مثال ماشي ما عندك شيء تعال شوف وين بدك تبقى تزحف بس ما تكونوا عم بتصوروا هالبرنامج
بس حاطلنا تفركش حطولنا حواجز. هيدا الديكور بيت ماريو الجلسة اللوقة. هيدا بيتي 22 درجة معمول 22 درجة 22 دقري فبيصيروا هن يعني تمثيل حالة ضغط نفسي أكيد يعني واحد عم يزحف وعم يزحف وبده يا ريت كان فينا نفتح الباب لو محطوطين هالغراض حتى نحن نعمل فيك الضرب اليوم. كنا طلعنا أنا وياك. لا أنا أكيد ما رح أقدر أطلع بس كان بدي جرب أعمل فيك أنا رد له إياها. بس قريبا قريبا ميشيل أبو سليمان رح يطلع يزحف. بما إنه هلا شفناها دريير لي كوليس خلينا نرجع على حديث البلد. يلا اوعى ميشيل كان رح باللومة لومة. رح اتمرن عليها اذا بدي اروح لعندك قبل بوقت. بنتي ماريو مصر للاخر. شعر ماريو الجلال. بس مثل ما بيقولوا يعني ما في عرس بلا قرص. شو قصة الحلقة اللي ما رح تطلع على الهواء؟ صار فيها تعصيب وما طلعت كثير مهضومة. الحلقة اللي فيها توني ابو جوده فيها لورا خباز وفرح بيتار واجت نانسي افيوني معه. بس ليه يعني هالجو الحلو ليه حتى يصير في بدك نحكي الحقيقه؟ بدك نحكي الحقيقه؟ كان في تعصيب كان في تعصيب. انت كنت بالحلقه انا كنت معصب كثير بصراحه. انا بقولها علنا يعني ماني مستحي لانه طلعت من ثيابي نطلنا ساعتين صار بلا ثياب. الله يسعدكم على هالمنظر. ما عاد تقطع الحلقه على الهواء. طلعوني من ثيابي صرت مظلط كيف بدي اطلع الحلقه على الهواء. نطرنا حوالي ساعتين ونص ما بدي اذكر اسماء. احد الضيوف تاخر ساعتين ونص لوصل على الهواء. بس ما رجعت طلعت الحلقه حلوه؟ أنا باعتقادي رجعت طلعت حلوة. ما بعرف ليش عم بيقول ماريو إنه لا رح تطلع. يا أخي أنا قالوا لي مش طايقينك يا ميشيل. لا حقيقة ليش لا ليش طلع ما بعرف شو ليش طلع قرار من الإدارة إنه ما تطلع على الهواء. شو هالمشكلة؟ لأنه بين إنه في توتر يعني بالحلقة. لا بس بلشنا حتى بعد ما تشددت يعني بين لأنه أوقات بيصير يعني ما بيخلى الفيديو. أنا كانوا قالوا لي بس نسيت قالوا لي بذات النهار إنه هيدي الحلقة ما رح تزبط. اه اوكي بس ما حبيت اقول له لميشيل. هلا ما عم نفهم بدها تطلع ولا ما بدها تطلع. ما رح تطلع بس انا ما حبي اقول لك انه انت كنت مبين معصب. لا ما كنت مبين معصب بس بلشت اللعبه يسمحوا لي في شيء بالتكنيك انا بتحديهم. اوكي حلو واحد صفر. شوفوا قلبي شو طيب بس يا باسم قلبي شو طيب بضحكوا علي اثنيناتهم. هيدا اول مقلب بنعمله بالبروجرام بميشيل ابو سليمان زقفه كبيره. واهم شيء اهم شيء بهالمقلب هو اللي بتحديكم. ما تنسوها هيدي بالاخر كيف قلتها؟ اياها اللي بتحديكم. في غلط بالتكنيك مش بالمود تبعي انا ما رجعت بس بلشت. لا ميشيل انت ما كنت بروفيشنال. لا لا لا. الحلقه رح تنعرض عملها في شيء بالتكنيك في شيء بالتكنيك غلط انا بتحديكم. ميشيل قبل ما نبدا مثل كل حلقه بدنا نرجع فلاش باك لورا حتى نشوف فريق اعداد حديث البلد حتى نشوف البلد. فريق اعداد بلد الحديث تبع الفلق. مش حلو. قدرات على فوقك وجوينا قلب الدمار بس اليوم ما بقى يمشوا هالغنانه. ليه؟ ليه يعني ليك المعفي اليوم تمشي ترشرش. واو وجع يعني. واو يعني وجع. انت بتقولها مثل ما بدك. واو واو حلو يكون بس طلع بالكاميرا شوي طلع بالكاميرا واو واو طلع بالكاميرا.
مش حلوة. يا ربي بقى دابت إقامة 3 نجوم مثل الصليب مثل الصليب كنا قتلنا. يا يسوع اذكرني يا الله. حط صوتي يقطق. سوري مين مزعها أول أغنية؟ في فانات حاطين فانات موعد 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 عمر. ودوني الصباح قبل ما أموت في سكتة. هي اللي قالك الغنية؟ شكت؟ لبنانية حطيناها بالميوزك ستوري. أنت ما أنت ما تلبك شو اسمه؟ والله ماني ما لبك حي والله العظيم. مش حلوة. لا أنا معروف عني أصلاً لازم نوت قدامي أبركز مع ال بدك نوت هون قدامي شوي. يا ريت. يلا جو حط كاسك كاسك على راسك تعرف خلاصك أبو شقرة. هاي رح يشلوها بالمونتاج. إيه بما إنه بحبه كثير سمى حاله ماريوكا. ما اسالك ما اسالك ما اسالك بس بتحبه انت. لا ما طلع طلع مش هتطلع على الهواء مش هتطلع على الهواء لا لا هي هي عم بتقول لي مش مع مضبوطه المعلومه عم قلها من وين جبتها لا هي اوف ريكورد. مين بيتصل بالثاني اكثر هيدي هيني هو ميرسي بشاف يلا على سريع مين بيتصل بالثاني اكثر بسرعه بسرعه مين بيتصل بالثاني اكثر يلا يلا بسرعه 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 مين بيتصل بالثاني اكثر انت بتعرفي ما حدا غيرك بيعرف مين بيتصل بالثاني اكثر مين مين والله ما بعرف يا عم كيف مين حدا بلا لازم بين معك تتصل لحدا يقول لك مين استعيني بصديق حسب حسب أوكي. الظرف ايه عندي صوتك ليكتب نفس الشيء هو حسب الظرف ما فكرت ما فكرت انه حسب الظرف اوكي فينا نعتبر ميشيل ميشيل بوحده منكم كان شيباني هلا شو رح يصير شو هلا ماشي جدباني على الاخر. مين اجمالا صعب هذا السؤال شوي بيكون معه حق اكثر هين رومي عن جد رومي الأكبر يعني العميري دوبر الأكبر مظبوط اثنيناتكم جوعانين قد بعض وفي قطعة بيتزا واحدة بالبراد وممنوع تتقسموها مين بيكلها بالآخر؟ ممنوع نتقسمها؟ ما حدا بيكلها يلا على الأردواز روزي عين بدكم زقفة إذا شي شاب سأل عليكم على الطريق أو بشي سهرة شو يا حلو مين بتكون مين بتكون رد فعله أكثر شي شاب حرفوش شو هالجسد يا أسد مين بتكون رد فعله أكثر وأقوى رينا والاثنين تعزيز أنا أنت رينا قلت قلت اثنين كنت عم تكتب رينا رجعت حطيت اثنين حسب ما نحن مندافع عن بعض مندافع عن بعض حطيت اثنين في شاب لطشكم بالنص فينا نشوف ردة فعلكم كيف ممكن تكون ما بعرف يا ميشيل لأنه مهضوم يعني بتطلع مهضوم منه مهذب ميشيل ما بس إذا حدا تاني ما كثير بيطلع مبسوط توصل يعني لل للكف مثلا لا لا ولا مرة بكفي زقرة صغيرة طيب كم مرة جوال حبت بحياتها عن جد؟ ما حب هالسؤال يا جوش ما حبيت وضعت ما بعرف انه فينا ما نجاوب عليه انا انا حاكتر بس انت ليش بدك تجاوب اي صفة؟ ثري تايمز يا وحياة ربك سألها كتبتها ثلاثة انا شفتها لا وحياة ربك انا 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 شفتها انت شفتيها انا ما اطلعت لا لا انت ما غشيت انت ما غشيت كم مرة حب جورج بحياته عن جد؟ هلا انقل لي اياها
ظبطها شفتها سوري في وحده كانت ضايعه منه رجع زيادة لا هو هي الثالثه لا كان لازم فرجي هي حطت ثلاثه انا حطيت اثنين عم تفرجي ليه؟ انا ما حسبتها لها عم تقول قبل اوكي اذا معها ثلاثه يلا انت ظبط لهم اياها مش عم بفرجي ابدا رينا بقفى ايدك الله يخليك قلب برأي جوال نادين الراس كثير اكتبوا تانك وما تطلعوا ناجحة ناجحة وحلوة أكثر فيلم أكثر فيلم بحبه جورج إيروتيك ولا عادي أكثر فيلم لمين؟ مدام فلور في يكون انترناشونال هوليوود يعني مدام فلور إيمانويل يا ربي هيدا مسوي لا حضرون عنده عمرك 6 سنين انت قال له فات نديم ينام اللي حط الفيلم كانوا حاطين هذيك اليوم خبر انه توفت ايمانويل يعني اللي هي بتجسد كانت شخصيه ايمانويل عملت هيدي السيريه اللي هي ممثله فرنسويه مشهوره ايه توفت عوض سلام طبعا تعزيت رايحه ال 40 بما انك مقضي طفولتك عم تحضر للافلام تخطط ال 40 انا صراحه عم شرب ما بعرف يعني عم بيعطي هيك لانشو Gone with the Wind The Godfather اثنيناتهم حلوين كثير كيتي يا اهلا بكيتي بالموسم الجديد اهلا اهلا بكيتي شو مكتوب على كارتك يا هيفا الكاميرا امامك صرحي كم تاتو لديك وارنا احداها اوكي كم او احدها تاتو صعب هذا هذا كثير حلوه هيك كثير صابرين شفت مهضومة كثير مهضومة كم تاتو؟ 1 2 3 وين 3؟ 3 وين؟ روزي بدها تنتقد تيبا لهبة بطريقتها الخاصة شو لابسة؟ انه معقول هيك مزمرك تزمرك يعني هيك؟ بعدين بلع بطنك بشفتي كيف هو مدلوق مش شو هيدي النيود يعني انت ملبقتيها كنت لسه لابسه شي كلوتي شي ما بعرف جنوا احمر كعبه شو هيدا زمان مش عاجبك؟ فالسو خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل مش ظابطه بنعرف انك بتعرفي شي بالفرنسي بيشبهها قولي لنا اياه خمس مرات ايه اوكي Un chasseur sachant chasser, c'est sa chasse. Moi, je me chambre à la poule. Là, là, mais t'as perdu, viens. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Dis tout la maille. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Bravo! أنا بدك تسألني أسئلة أسئلة سريعة آي لا إلا لا آي يلا يلا بدي أقول ولا ما بدي أقول ما فيك تقولي إيه أو لا منى جاهزة؟ جاهزة جاهزة كيفك؟ الحمد لله حلو حديث البلد بعده مكفى هيدا أهم شيء بس متعب ما في شيء بيجي بلا تعب بس ميشيل ميشيل يعني نصي الذي ما بستغني عنه ما بتستغني عنه؟ سهم هاي كيتي هاي كيتي شو قالوا لك اضحك كما تشاء ماريو وميشيل لديكما 30 ثانيه لتكوين حرف اكس لفقره الفوادي وين هون لا هون مش بدي بدك انا اخذت منك ما
برون طيب لا شو دوره معك يلا لا بحطي يلا أكيد هيك نم هيك أنا ما بلعب لعبتي يلا يا خي ماريو بنتي منيح إنه كلسيت جديد ضبطنا هيدا تكرمي انت يلا تفضل وحدة فردة وحدة فردة وحدة ان شاء الله تكون بتعرف تمشي بالكعب كارلوس حلو حلو كثير يلا لون الكلسيت جامد على لون الكرمينة جوال مسيحة ما بدي بقول شو النوبة دلو 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 أيه هون نوبين نزل كثير يعني عن جد شاطرين بعتقد الاثنين ربحوا ومشان هيك ميشيل رح يلا ميشيل 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 ما بدي انت بدك تقومي هيدي مصاري لحالها يا اول مره كثير عن جد كيف حلو ما حدا قال لك تشرب بلش يعمل ستريبتيز دايره لحدا هيدي لحظه وين عم تقعدي؟ بدي ارتاح لكن أنا اللي بدي أرتاح أنا رح رايحك كثير ميشيل برون حلو خلص تكون مرتاح ميشيل طيب هاي يلا أنت عايزنا النعمة ميشيل أوكي ميشيل ثانك يو خبيط ميشيل هيدا هيدا مش تدليل كثير حلو هيدا خبيط ميشيل ما بتجوا الا بالخبيط انتم واو 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 شفناكي باخر كليب بالكليب الرائع اللي اخذ كل هالاصداء ايش لي برباره وكلوه محتاره بالرقص مني سريع ساعه بنسى ساعه بضيع ما في ابخل من ربيع النقط بالقطاره ايش لي لك خيي كمان بس ما في وقت لا قل لي اياها بالعكس برقصة تانجو الارجنتان في عندك مازن كيوان ولاقونا على الساحة الرئيس ميرا سماحة ودارين مهضوم وسو كيوت بيضلوا دايما مبسوط انا ما بحفظ مزبوط وكلوي مني حتموت طلعت الحرارة حلوة شو كان موقف الدكتور سمير جعجع من الموضوع؟ اكيد 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 خسارة كتير 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 كبيرة خروج شادي مارون من دانسينج وذ ستارز بس المسيرة مستمرة مع بنت رحمة مع دانيلا رحمة وطالما دانيلا موجودة مثلين يعني كقوات لبنانيين مثلين طيب سليمان بيك شو رأيك بالبرنامج وبخروج شادي يعني معلي معلي أنا معلي جد منى أنا بدي أقول لك عليه
بدي لك شغله قالنا طالما الانجليز كلمة الانجليز عم يدخلوا بالنتائج وطالما انه في شو اسمه دارن بنت نحن بدنا الخط الوطني ونحن مع مع مع, مع او 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 ونحن هيك شادي بشي حقيبة وزارية بعد خروجه من دانسينج قسمنا نعذبك بعد نقصني ما بيقدوني الواقفين بالصف بدي بعد أبواب الأو تي في مفتوحة لكل المتقاعدين نوميني بدانسينج ويز ستارز كيف تستاذ؟ كيف تستاذ؟ يلا عمي أوف محمد رعد معقول غير اخذ الاكسبريسيون معقول حضرتك تشارك بدانسينج وذ ستارز كنت اتمنى من كل قلبي يا ست منى نعم. ولكن بتعرفي كرشي يمنعني من هذا سيفصل بينني وبين الشريكه بضعه امتار لن تسمح بان ارقص الرومبا والسامبا بس انا شفتك ضعفين شوي الحاج مؤخرا شوي كنا نتمنى علي حمود ان يبقى نعم زمطنا من سبعة ايار تاني نعم الحمد لله على السلامة الحمد لله الحمد لله علي رح يكون معنا بالحلقة القادمة ان شاء الله راض تريسي وكارل عرفنا انكم بتعرفوا تغنوا مظبوط فينا نسمع منك وتشجع على تريسي تغني بتي بابا نويل اوكي يا Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. حبي ليك انسى بحا بحا من يدك ذقت المرار وقلت لي صحة مغرور وكذاب معك عذاب العيشة يا متجبر ما عندك أحباب مسكر باب الود يا متجبر حلو كتير البلد في هلا رح نحكي عنه لقب اطلقته عليك المنتجه جنان ملاط من حديث البلد من اسبوعين هو ذا سيديوسر او الجاذب الرجل الجاذب للسيدات مشان هيك الليله رح تكون ضيفنا الرجل الوحيد بحديث البلد بين كل هالستات الحلوين مشان شو عم بيعملوا كده انا صديقكم انت صديقنا انا صديق لوقت الضيق بس الرجال الوحيد انا بساعدك انا بكون معك معي الرجال الوحيد قابل كضيوف ايه ما تشك برجولك كثير وبعدين بدي اقول كمان جورج شلهوب انه حتى الجمهور معنا 61 صبيه يعني بال مالله بالجمهور لا اليسا وانترفيو هدايا بابا نويل Joy to
حارس لإليسا أكيد بي أكيد آه. أكيد بي الله يرحمه حلو ثانك يو إليسا هذا بيشبه بيتك ثانك يو كثير حلو ميرسي ذوقك ف... ياي ميرسي كثير وحيت الله خجلتوني وحيت يعني انبسطت إنه كثير مبسوطة ما بتصدقي أنا الجاز شو بيعني له وشو ما يكون كأنكم هلا عاطين ما بعرف ولأنه بيشبه الأمبيانس اللي عندك اياها ايه بالبيت يعني مالي هلا رح زين فيها بيتي وحطها على تويتر حبيبتي ثانك يو إليسا فيك تقلنا اياها بطريقة أنطوان ملتقى سميه لابا سميه هلا هيك بصير عنده كيان عنده وجود بصير حدا ولما الحدا بصير بصير صعب انه يفل حلو 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 طلع بالكاميرا نعم وبعث له رساله للبنان للبنان لبنان المتمثل بهذه الارزه هي ارزه مثلنا تعيش وتبقى رغم انف الدهور تأبى الفناء الجواب لازم يكون بالعصفورة، أوكي؟ أنا رح أسألكم كمان السؤال بالعصفورة. مجدي ليش أنا؟ كزيفة زاك كزيفة زاك كزيفة زاك كزيح نزيح نزيح؟ لا مزيح 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 لا مزيح؟ بين كل حرف وحرف وين النون؟ يعني مزيني زي زيح منيزيح 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 أوكي منيزيح فؤاد رزادة زي عزان الفيزيم؟ رزادة زي ايه فزي وفزور وزي وزي الله يلعن اللي فهم شيء فسر ميشيل سؤال عذاب زي وزول رزادة زي نزوع نزن مزا لا 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 زا مزا روزي زا مزا زي ما في محل للرمادي بهالحلقة من أول حلقة يعني مش رمادي خلصت الـ 2013 شو كان أحلى شيء فيها؟ بكل صدق وما يزعلوش مني يعني تقبلوا رأيي ورأي الآخر يعني كان أحلى في أحلى حاجة في 2013 هو 30/6 في مصر يعني عودة ثورة 30/6 في مصر الملايين اللي طلعت في الشوارع نعم هيدا أجمل أحسن شيء اللي صار بال الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت الناس دي مستعدة عشان نعيش تموت فلتحيا مصر ويحيا شعب مصر يستاهلوا ننحن لهم أثبتوا إنهم أسود حرة سيدة مستقلة لأنه الشعب المصري عنده دايما هيك وعي سياسي كتير كبير وإذا بتشوفي أي شيء بيصير بالعالم العربي كنت تلاقي الشعب المصري أول ناس بينزل وبيتحرك وبيتظاهر خلصت 2013 شو أهم لقاء حملته؟ هذا احتفظ بي لنفسي ممكن شفتها بوجهك قبل ما تجاوبي راحت لطيفة هيك ليك أنا ما نعرفش نكذب مبين على وجهك قولي فأذن قولي فأذن قولي ايه أحلى لقاء كان لقاء شخصي جدا صعب إن أنا أبوح عنه كان أحلى حاجة فيا حلو أحلى حاجة فيا الغنية كرماله ممكن سلم لي علي قل له إني بسلم عليك بوس لي عيني قوي ومفتح عيني أنت يلي بتفهم عليك سلم لي عليك سلم هيدا ناصح هيدا بعيد الحقوني كلن 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 وأنا كتير بستحي كتير من عبدو حسن وعفير لما بيطلعوا في كلن 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 سوري ناطريني ما لاحظت سوري أنا ما فيني أشوف بوديوم دغري بصير بعمل فاشن شوتينج يلا قول عني واو أنا كتير حلوة سوري قصدي أنا كتير مبسوطة حلوة
حلوة صورة ميشيل. واو شفتوها؟ حلوة؟ أنا أنا كتير بحبه لميشيل، من هيك بحط صورته على على قلبي. ثانك يو، يا ريت بتضل على طول على صدر على قلبي. ثانك يو، بعرفك بتحبي الصور كثير مريم، رح تنزليها على الفيسبوك؟ انه اكيد ايه اكيد، ليه ما بدي انزلها على الفيسبوك؟ انا ما عندي شيء، انا ماني مثل البنات اللي بيشتغلوا موظفين هول الاشياء اللي هيك، انا عندي بتصور وبنزل فيسبوك. فاضي راضي. وبالميو كمان دخيل، الله الميو انا دخيل. مثل كل البنات اللبنانيات بيتصوروا بالمايو، بس لانه مريم كلينك توب موديل، انا لانه بروفيشنال توب موديل بيحكوا انه كيف بتصور بالمايو. بس خليني اقول لك شغله ميشو، انا صوري منهم فيلجار ابدا. لا لو بتصور بالمايو على الثلج وبالبنوار وهيك، لو ما فيهم كونسبت بس على القليله بضلني لابسه المايو. كتر خيرها، كتر خيرها بتضلها بالمايو يعني، عم تربحنا جميلة. طيب مريم عندك شغنية جديدة؟ لا عندي حمار، عم فكر أعمل له غنية. شو ما بقى تركبوني؟ لا لا الحمار يعني. خلص ميشو ما تزعلني منك عن جد، خليني ضلني أحبك، لأن أنا إذا بزعل منك تخزق لك صورتك. خزقيها دخيلك إيه. ليش ما ناخذ الامور هيك عن جد؟ انا الان حيواني كثير ذكي، يعني الحمار. الحمار أوكي؟ الان يعني الحمار. أي انا بحب كل بحب كل حيوان. كثير لا انه بس نحكي عن الحيوانات، خذوا الامر انه جديه اكثر، عم تعرفون انا كثير بحب الحيوانات وبحب كلكم تساهموا وتدعموا هذا الموضوع، اوكي؟ ندعم الحمار. لا مش هيك قصدي. شو؟ أنا كنت عم بقول شغلة، أنا بحب اللي بده يكون بمملكة كلينكستان، بده يكون بحب الحيوانات كلها، أوكي؟ وتدعموا كمان الحيوانات وتحبوهم وتغنجوهم، وإذا بتشوفوا شيء كمان بتقولوا إنه شفتوهم لنضبهم ونقويهم، وكمان بدكم تكونوا بتحبوا البيئة، أوكي؟ وبتحترموا الإنسان. نعم، أوكي؟ يعني مين بده جنسية ليفوت على كلينكستان؟ مين بده جنسية ليفوت على كلينكستان؟ مريم ما زال عندك هالجمهور كله وعندك المملكة، ليش بدك تترشحي على النيابة؟ لأنه بدي جن وبدي طير وبدي أحكي لعم محتارة حقابات السفارة بالعالم الشهادة ما منع إفادة ديون ضرايب والمص والغايب عم بتخاشرونا السفر هو الحل كثير حلو هيدا الشيء. مريم قلتي لنا انك منك جاي اليوم تحكي سياسه، عن شو بتحبي تحكي؟ شو؟ انا مضيعه عنتر، حدا شاف لي عنتر؟ هيدا عنتر؟ واو هيدا، اذا حدا شاف لي عنتر اذا حدا شاف لي عنتر قولوا لي. يا ريت بتفرجينا اياه. انه بدك تقول لي مينيموم يهرب؟ انه هذا المينيموم يهرب. لا لو حدا شاف لي انتر، ماما حبيبي انتر. انتر مريم بفتكر يا حوت على الاوتوستراد. طب انا رح اجيبه لانتر. يس هلا رجع على مملكه كلينكستان. بمشي على الرصيف، هيدا ناصح هيدا ضعيف، الحقوني كلن 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 كلن. كيتي خلينا نشوف شو صار بديكور حديث البلد. ليش شو في الكتاب؟ شو مكتوب على الكارت اللي نقيته تريس؟ شو مكتوب شادي؟ شادي نعم ميشيل نعم ناطرك ليبارزك بالرقص. حلو كثير. وانت بدك تشوف على اي غنية
هي هلا رح اخذ انا تريسي ولك منا اثنين عم بتبارزوا رح اخذ انا تريسي ورح تشوفوا على اي غنيه لانه دغري حتعطيني تريسي ورح تقوموا لانه الغنيه حتشتغل بسرعه الله لصحيفة 23 تشرين الثاني 1943 لبنان يعيش فرح الاستقلال يا مالي الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مالي الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي احكي لنا قصة القبلة الأولى وأعدها مع سينتيا يا يا يلا قوم اللي عنده يلا أول قبلة طبعا بعد ما تعرفنا أول فترة يا أهلي عم بيسمعوا ما لها قصة خلص هلا تولي ما لها قصة خلينا نعيدها لأنه طبيعية أوكي يلا قبلني طيب يلا لخير للبطلة ولا لا ولا لحبيبتي بوسي أخوية هيدي روزي ولأنك دكتور جبنا لك اثنين لهبة كمان ميشيل أنطونيت قاعدة حدك بدي تاخذ لها إيدها وتبص لها إياها هيدي بهنيك على كل شيء عملتيه وعلى كل شيء صار معك بحياتك ليلة عيد صوت ولادة يا مش